بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أبنائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأتابع معكم درس العمليات على كثيرات الحدود. هنا تمارين ومسائل يطلب أنه نبسط كل مما يأتي. فنبدأ في سؤال 17. هنا بدك تضرب الأس الداخلي بالخارجي فقط، قوة القوة، فبيصير N بيصير كالتالي: N أسها 5 في 4، أس 20، N أس 20، تمام؟ هنا بدنا نبسط الأعداد مع الأعداد، والإكسات مع الإكسات، الواي مع واي، زد مع زد. سالب على موجب يبقى سالب. 7 على 21 على 7 فيها 1 على 7 فيها 3، لأنه الآن في عندي مقادير مع الواحد، فكوني أبسط ما في داعي أكتب الواحد، يعني هي تطلع تروح 7 يظل 3 تحت، فما في داعي، لو بقيت الحالة بكتب الواحد. الآن إكس قوة 5 فوق وتحت إكس قوة 7، بنطرح 5 من 7 يظل إكس قوة 2 تحت، لأنه الأكثر تحت، تمام. نجي للواي، 5 5 بيروحوا، واي ما بيظل عندي. زد أس 4 على زد أس 2، نطرح يظل زد أس 2 بس فوق، لأنه كثير فوق، زد أس 2. هيك أكون بسطت سؤال 16. أما سؤال رقم 15، نفس الاشي، سالب على موجب سالب، هاي سالب. واي تكعيب على واي تربيع بيظل واي فوق. زد أس 5 على زد أس 3، بطرح الأسس يظل زد أس 2 لكن فوق مش تحت، ليش؟ لأنه كثير فوق، ما في مقال راح. أما البسط لو راح البسط بحط بداله 1، أما المقام راح على 1 ما بيأثر. نكمل هنا، هنا ضرب، بضرب الأعداد، 5 ب4 20، إكس أس 3 في إكس بيصير إكس أس 4، واي أس سالب 5 في واي أس 3 يظل واي أس سالب 2، هون واي أس سالب 2، بس احنا ما نقبل أس سالب بالتبسيط، فبدأ تنزل تحت تصير واي أس 2. حدد إذا كانت كل مما يلي كثيرة حدود أم لا. طبعا هاي كثيرة حدود من الدرجة الثانية، لأنه أكثر أس فيها 2، كثيرة حدود. شو عرفني؟ انه الاسس كلها اعداد صحيحة مش سالبة، فهي كثيرة حدود من الدرجة ايش؟ 3. ناتي لهاي، لاحظوا هاي ايضا اس 3 وهاي اس 0 ما فيها، فهاي ايضا كثيرة حدود. أنا هون غلطت، مش درجة 3، هاي اللي درجة 3، هاي درجة إيش؟ ثانية، كثيرة حدود من الدرجة الثانية، وهاي كثيرة حدود من الدرجة الثالثة. طيب خلينا نشوف هون، لاحظوا ان حتى لو اختصرت بيظل ان في المقام، هون اتش في المقام، هذه ليست
كثيرة حدود، أي مش كثيرة حدود. وكذلك هنا الإم واقع داخل الجذر، المتغير واقع داخل الجذر، إذن هذه ليست كثيرة حدود، ليست كثيرة. نتابع، يقول جد ناتج ما يلي في أبسط صورة. طبعا هنا طرح، بطرح المتشابهات، 6a تربيع ناقص 4a تربيع بيظل 2a تربيع. في ناس يفك القوس، في ناس يطرح على طول المتمكن. 5a لاحظوا ناقص 6a بيظل سالب 1a، والواحد عادة ما نكتبها بس للتوضيح. 10 ناقص 12 يظل ناقص 2، وهيك في أبسط صورة، بس بدي أشيل الواحد، أحب أشوف مش غلط، لكن هذا جواب 22 في أبسط صورته. طيب هون بدي أوزع، أضرب هنا وأضرب هنا، فشو بتصير؟ 8 إكس تكعيب زائد 4xy، تمام؟ شوفوا هنا أيضا نفس الإشي باستخدام التوزيع، لكن أنا بدي أحله لوجود اثنين هون يمنعهما أفكر إنه هذا مجموع فرق بين مكعبين. لولا اثنين بيصير فرق بين مكعبين، إكس تكعيب ناقص واي تكعيب، ساينا في اثنين أعاقت، فما إلي إلا بوزع. يلا إكس هنا وإكس هنا وإكس هنا وبعدين الواي، يلا تصير إكس تكعيب زائد، اضرب هاي بإكس، 2x تربيع واي، اضرب هاي بإكس، إكس واي تربيع. الآن دور مين؟ دور سالب واي، بدي اضربها هنا وهنا وهنا، سالب واي في إكس تربيع، سالب واي إكس تربيع. سالب واي في 2x، سالب 2x واي تربيع، سالب واي في واي تربيع، وسالب واي تكعيب. شو بيصفي عندي هسه؟ هسه في حدود متشابهة، اكس تكعيب ما في يشبهها، ولا واي تكعيب هاي ما يشبهها، ما في اش يشبهها. قلت لكم لولا اثنين كل ذا يروح ويظل اكس تكعيب ناقص واي تكعيب. طيب هسا نجمع، وين اكس تربيع واي؟ هاي اكس تربيع واي، هون في ناقص واحد وهون زائد اثنين، يعني بيصفي زائد اكس تربيع واي، زائد واحد اكس تربيع واي. طيب اكس واي تربيع هون موجب واحد، وهون ناقص 2xy تربيع، يعني يظل سالب 1xy تربيع، ناقص y تكعيب. هذا سؤال 24. نفس الاشي سؤال 25، بوزع ال a، بتصير a تكعيب ناقص 3a تربيع b، ناقص اي بي تربيع. هيك وزعت مين؟
وزعت ال A، الآن بدي أوزع B زائد B A تكعيب، عفوا هون هذه A تكعيب مش A تربيع، فهاي بتصير A أس 4، هاي A أس 4 B A تكعيب. ناقص 3 A B تربيع. ناقص B تكعيب. صف B نشوف وين فيه متشابهات نجمعهم. A أس 4 ما فيه زيها، فتنزل A أس 4 A تربيع B. انسى الرقم، الرقم ينجمع. A تربيع B، وين في A تربيع B؟ ما في، ما في A تربيع B أبدا، في A B تربيع، أما A تربيع B ما في. إذا تنزل ناقص 3 A تربيع B. A B تربيع في هون ناقص 3 AB تربيع، وهون ناقص AB تربيع واحد، صاروا ناقص 4 AB تربيع. يظل هون BA تكعيب ويظل هون ناقص B تكعيب. هيك حل سؤال 25. مزرعة استأجر سلمان عاملين بالتناوب لتنسيق مزرعة، تقاضى الأول 200 ريال عن كل يوم، أما الثاني 150 ريال عن كل يوم. احتاجت المزرعة 15 يوم عمل من الاثنين. اكتب كثيرة حدود تمثل تكلفة تنسيق إذا عمل الأول إكس. تمام، التكلفة شو نسميها؟ سي. سي تساوي الأول قديش عمل؟ إكس يوم. طب قديش أجرة الأول؟ 200، نقول 200 في إكس، 200 ضرب إكس، هذولا أجرة الأول باليوم الواحد 200 ريال، وهو عامل إكس من الأيام، إذا 200 إكس. طيب بدنا نجمع له الآن اللي اشتغله الثاني، زائد الثاني أجرته 150، بس كم يوم؟ إذا الأول إكس الثاني كم يوم؟ كلهم 15 يوم، نقص منهم إكس تعات اليوم الأول، إذا العامل الأول يظل عدد أيام العامل الثاني 15 ناقص. هيك أنا كتبت كثيرة حدود تمثل المسألة. هنا أيضا يطلب تبسيطات، فبنروح نحن نفكفك. هون بتصير A تربيع، خلينا نفك الأقواس، B تكعيب، هون A أس سالب 2 ب أس سالب 2. ليش؟ لأنه هنا أس واحد واحد ينضرب الأس الداخلي بالخارج، يعني يتوزع الأس على الـA والـB، وهذول ما يحتاجوا لأنه ما قوسهم ما عليه شيء. الآن الأسس في حال الضرب تجمع، فبيصير A أس صفر اللي هي قيمتها واحد زائد ب أس واحد، ثلاثة زائد سالب 2 واحد، فكله بصفي، هاي بتصفي واحد وهاي بتصفي بي، الجواب بي. إذا سؤال 29 جوابه بي. سؤال 28، الخطوة الأولى بدي أخلص من الأس السالب وعندي كسر، أروح إيش؟ أقلب اللي بالداخل، يعني بيصير زي هيك إكس واي أس سالب 4
يصير ترى إني أوزع الأس هون، بس عشان الأربعة خليها تنزل تحت من هسه. أربعة إكس أس سالب اثنين واي أس ثلاث، كله بدل أس سالب اثنين يصير أس اثنين، لأني إيش قلبت، لأني قلب. الآن بدي أفك القوس، انتبهوا علي كيف أفك القوس. الأس الداخلي ينضرب بالأس الخارجي، هنا أنا عندي أس واحد ينضرب باثنين فبصير أس اثنين. واي أس سالب أربعة ضرب اثنين بيصير سالب ثمانية. علم أربعة أس اثنين 16، إكس أس سالب اثنين ضرب اثنين يصير إكس قوى سالب أربعة، سالب اثنين ضرب اثنين. واي أس ثلاث ضرب اثنين تصير واي أس ستة. تمام، الآن بتصفي 16 ما عليها أي كلام ولا أي اختصار، تبقى تحت الإكس الأسس تطرح، 2 ناقص ناقص 4 بصير زائد 4، يعني بصير إكس قوة 6 فوق. تمام، الواي سالب 8 ناقص 6 سالب 14، مكتوبش واي أس سالب 14، بنزلها تحت واكتب واي أس 14. منين جبتها؟ سالب 8 ناقص 6 سالب 14، يعني بتنزل تحت تصير 4. هنا لاحظوا 8 أس 4 كبيرة وصعبة علينا، خلينا نختصر الثمانية مع الأربعة وعشرين من هسا، حتى 24 أس 4 راح تكون ع 8 فيها 1 ع 8 فيها 3، هاي هو الخطوة جوا اختصر. عشان 24 أس 4 بدها حاسبة الآن، صارت 1 على 3. الآن خلينا نوزع الأس 4، 1 أس 4 1، ما بدناش نكتبه لأنه معه أشياء ثانية. إكس تربيع أس 4 ينضرب 2 ب 4 بصير إكس قوة 8. بعدين إذا كله نزل تحت بنحط 1 فوق. واي أس 3 في 4 بتصير 12 تحت، انتبهوا 3 أس 4 81. ثلاثة أس أربعة واحد ثمانية، إكس تكعيب أس أربعة ينضرب الأس بعضه يصير إكس قوة 12. واي أس اثنين أس أربعة بتصير واي أس ثمانية. تمام، أبسط أكثر زي هيك، يظل الواحد ثمانين تحت، ثمانية مع 12 ثمانية ناقص 12 سالب 4، يعني إكس قوة 4 تحت. 12 ناقص 8 فيها 4 فوق، صارت واي أس 4 على 81 إكس قوة 4. نسوي لكم تدريب على اختبار وبعدين نكمل لكم التمارين الباقية إن شاء الله بتسجيل تاني. تدريب على اختبار، هنا بيصير 2 أس 3 8، إكس تربيع أس 3 بيصير إكس قوة 6 على
12 إكس قوة 4. طبعا 8 على 12 نختصرها على 4 على 4 فيها 2 على 3 إكس قوة 6 على إكس قوة 4 بنطرح الأسس بيظل إكس تربيع، يعني 2 على 3 إكس تربيع. أي مما يأتي ليس عاملا من عوامل كثيرة الحدود هاي. طبعا هذا بالدرس القادم الأصل. مفروض اني بحلل، اول اشي انا بحلل هاي بخرج اكس عامل مشترك بيظل اكس تربيع ناقص اكس ناقص 2. برد احلل هاي، حللت باخراج عامل مشترك الى العوامل، بحلل هاي زيها اكس تربيع اكس في اكس ناقص 2 في زائد 1. اذا عواملها اكس زائد 1 واكس ناقص 2 واكس، هاي عامل هاي عامل هاي عامل، هاي التي ليست عامل لانه هاي العوامل حللنا وطلعت زيها. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.